فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بالمؤاز منتخب المغربي العودة للريان مايي ويعتمد على المرتدات وخاصة الكرات الطنبرابط على مستوى استرجاع الكرات بينما من التسديدة التسديدة وهدف مباغث لمنتخب الملاوي. مشاهدينا الكرام ماهانغو يفاجئ, ماهانغو يباغت, ماهانغو بعيد عن الرقابة ولكن حتى ياسين بونو كان متقدما. شوف الإعادة, من هنا كانت البداية, من هنا الكرة الضائعة. شوف هنا تركوا وحيدا من دون ضغط, من دون ضغط ومن دون رقابة, سدد في الزاوية البعيدة. ياسين بونو كان متقدما بعد الشيء وبالتالي هنا أعطوا المجال ميايو هو اللاعب كيف ينضبط في خط الدفاع وسط الميدان. حكيمي الكابون وبالرأس بعد ذلك الكعبي يجب قطع الكرات بسرعة في الوسط والسرعة مطلوبة. العديد من المناسبات ومن أنقذنا هل يرفع الكرة يقوم بالمراوغة ممتاز المراوغة. من يتابع الكرة الثانية, من يتابع الكرة الثانية, المقصود كان هو أيوب الكعبي. ممتاز يتقدم بوفان بالمهارة والمراوغة, لكن أيضا في مسؤولية مشتركة بين مجموعة من اللاعبين. حتى ياسين بونو تفاجأ بها, حتى ياسين بونو تمريرات وحكيم ينادي والتسديدة بعد ذلك تمشي مباشرة إلى الركنية لفائدة المنتخب المغربي. برافو لوزا, أنا قلت بأن واحد من الأسلحة المهمة التسديد, والتسديد كان فعلا فعالا. والنموذج ما رأيناه في مباراة الأمس مع منتخب جزر القميع يتساءل متى ستهتز الشباك. وكرة مرة أخرى فيها صعوبة, فيها خطورة مرة جانبية, ذلك لازالت مغربية مرفوعة بيد الكيفية. وعاد الخطير الماكر مانكو, سترون كعبي آخر. هنا الركنية تلعب, كل ما لعبت الكرة على الأرض سيكون هذا الأمر كالاستلام. بوفال, نعم بوفال يدخل, بوفال, بوفال المهارة, بوفال التمريرة والتسديدة والتصدي رائع. هنا سيرت خطيرة ولكن وين 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 هذه الكرة مباشرة إلى ضربة مرمى. الصعود الأول لمسينا, هنا الخطورة تظهر ولنا الثقة في هؤلاء اللاعبين الشباب للعودة. كل الإمكانيات متاحة. هذه الإعادة مرة أخرى والتصدي لتومو, أول تصدي لتومو في المباراة. مسينا ومن سدد في الأجمع, هنا انطلاقة من جديد. أوه ممتاز, ممتاز الكعبي تحت المراقبة, واحدة اثنين ممتازة. هنا حكيم العرضية وانصيري سدد مرة جانبية, انصيري حاول مرة هنا بمحاذاة القائم الأيمن. عمل رائع يقوم بحكيمي, كما قلت لكم حكيمي اليوم سيكون له دور كبير وكبير جدا على مستوى العمل الهجومي من الجهة اليمنى. مصدر الخطورة بالنسبة للطائر الأيمن الباريسي هناك يتألق حكيمي, يملك حس هجومي رهيب ورهيب جدا بتقدم المساندة. وفي عرضية وفي باس وبعد ذلك زيادة عددية هجوميا, ولكن 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 هذه ممكن, هذه ممكن, هذه ممكن مع بوفال. أوه في خطأ جديد يا حكيمي يسدد ونزلت صعبة في ركنية. أوه يا لروعة هذه التسديدة أشرف وتومو بعد ذلك إلى الركنية. هذه الإعادة مجددا سدد بشكل رائع والتحرك كذلك أروع من حارسي المرمى تومو. يا سلام يا سلام لو كانت في الشباك يا أشرف. غاب المهاجمون وحد عن التهديف يتوقف. هنا تلعب الطموح المغربي الجارف لأن قلوب المغاربة. أرسل مباشرة بالرأس وهذه فرصة, وماذا أراد أن يفعل يوسف أنصيري؟ المقاسية في هذا المكان, المقاسية وبالتالي يرتكب الخطأ والركلة الحرة لفائدة منتخب المراوي. لحظة استلام الكرة أنا كنت أنتظر بأن انطلق الإشارة. لوزا الآن, لوزا العريضة, العريضة مرة أخرى تبقى أيضا العريضة تقف أمامك يا سايس, سايس سايس سايس. هنا هنا المتابعة من غانم سايس, هو الكرة بعد ذلك تصطدم بالعارضة, العارضة
هذه تدخل في كرائية ممتعة المنتخب المغربي بهذا الأداء. عملية الكنترول وبوفار غير معقول ينصيري غير معقول ينصيري فرصة من ذهب، لكن كما أنت رائع كما أنت فنان كما أنت مبدع. أحلى كنترول كنترول عالمي من لاعب عالمي. أسأل كبير قام بسفيان في السنوات الماضية مرة أخرى. هنا المهارة، هنا التسديدة، تومو يلعب دور البطولة في التسدي. تومو يلعب دور البطولة في التسدي. هيجان وطوفان هجومي مغربي. حكيمي من جديد، أحلى كنترول، يحاول المرور من يساندك يا بوفال. والمهارة مبدع 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 بوفال، وهذه جول. يا حكيمي يا حكيمي يا حكيمي، حدك العاثر يا حكيمي. ولازالت لازالت هنا مغربية للمرة الثانية. يرجع سفيان، غطي سفيان، غطي سفيان، يدخل بوفال وعمران، بوفال وعمران، هي هي ضاعت ضاعت يا وحيد يا خليل وزيج، ولكن أصفق على هذا الأداء. صار عملاح يرفع كورة بالراس 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 بالراس. يوسف أنصيري سجل، يوسف أنصيري عدل. هؤلاء الأسود، هؤلاء الأسود لا يستسلمون، الأسود يعودون، الأسود يظهرون. يوسف أنصيري عدل بالرأس، عاد إليكم عاد إليكم يوسف، طريقك سالك هذه المرة. عمران لوزي ملاح 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 ملاح، عرضية على المقاس وبالرأس بوم في الشباك، بالرأس بوم في الشباك الملوية. واحد واحد، أنا قلت لكم بأن الروح موجودة والأداء الجماعي موجود والطوفان الهجومي حاضر. أحلى مشكلة مشكلة مع هذا اللاعب، مشكلة مع هذا اللاعب، وبالتالي وجب اعتيادي الانطلاق والاختراق. والمهارة، يا سلام لو كانت في الشباك، يا سلام لو كانت في الشباك. الحلول الفردية مضمونة. تكل مبكر وحداري. بونو وينك وينك يا بونو، وينك يا بونو، وين خرجاتك يا بونو؟ لحسن الحظ هنا لاعب الملاوي كان في وضعية التسلل. بوفال يدخل، امشي يا بوفال 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 بوفال، المهارة بوفال، العرضية، ومن يتابع هناك الدفاع. الله عليك يا بوفال، اليوم تمتع وزيد متعنا يا بوفال، عندك دقائق لمزيد من المتعة والفنتي اليوم. مرت على عمران، مرت على عمران، مرت بسلام هذه، مرت بسلام هذه الكرة الصعبة. في كل مرة يا سليمة مادينغا أو مانغو تكون الخطورة على الدفاعات المغربية. هذه أول ريان يتقدم، ريان ريان ريان، سدد سدد سدد. يا ريان يا ريان، غير محدود، الكرة تلمس المدافع وبالتالي طريقة إلى الركنية للإعادة. أول كرة لريان، وانتو رائعة. حكيمي دخل، حكيمي أتى في ركلة جزاء. هل في ركلة جزاء يحتاج حكيمي على حكم المباراة؟ هل في لمسة يد؟ البوراندي يقول تريتوا، وقر بوجود ركنية. نعم يقول لهم ركنية، يقول لهم ركنية. أتمنى أن اللاعبين لا يركزوا على الحكم، قضي الأمر، هو أقرب الركنية. هو حكيمي والمراوغة لم يمر. سليم أملاح وبطاقة، هذه فيها بطاقة، صائب الحكم في إخراج البطاقة الصفراء لأن التدخل. حكيمي يستعد، حكيمي صدر، حكيمي حكيمي حكيمي، هدف عالمي للاعب عالمي، هدف من الخيال. أي إبداع يا حكيمي، أي جمال يا حكيمي، الله عليك يا حكيمي. قلوب المغاربة نعم هنا تتحرك، هنا تتفاعل من الم...
المحيط إلى الخليج. العرب نعم يستمتعون، يستمتعون كما يمتع حكيمي في هذه المباراة. 10 على 10 على العال، هدف من الخيال، هدف من كوكب آخر. هذا هو حكيمي الفنان العالمي، حتى في الشباك الملوية تسديدة بوم 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 بوم. قادي فانتازا يمشي، ريان، ريان يدخل، ريان عندك، عندك يا ريان، عندك يا ريان، عندك يا ريان، وغير معقول، ريان ونصيري غير معقول. هذه مباراة الخلاص، هذه لقطة الخلاص والاطمئنان.